قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. حياكم الله أخواني وأخواتي على التيك توك. دا ننتظر آية الله أكبر ولايتي يكون معانا في البث. يا ريت يكون معانا هسه ويكون يصعد معانا السيد أكبر ولايتي مولانا أكبر ولايتي. إذا تشوفنا افتح لنا البث. وين مولانا؟ ننتظر مولانا يفتح البث. وين مولانا؟ خلينا نشوف. مولانا وين مولانا؟ اي عافية مولانا. سهلا. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. وهسه راح نطلع على اليوتيوب هم ان شاء الله. تقبل الدعوة مالت اليوتيوب حتى نكون في حضرتكم ان شاء الله. يفتح الانضمام. انا سويته انضمام الان. بسم الله مولانا. ايوه لازم تكتم هون. دقيقة. اوكي تمام. هسه تمام مولانا. بس انا كيف الان يقفل التعليقات الان بالوجه مالنا التعليقات. التعليقات وين يطلع؟ اوكي. هسه شلون؟ السلام عليكم ورحمة الله. نورتنا مولانا. حياك الله وبياك. كيف صحتك؟ أنا لبست السواد مثلك حتى بثنا مبارك ومبجل ويكون له قيمة عند المؤمنين المغالين. فالكلمة لك مولانا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلي محمد وعجل فرجه الشريف. أهلا وسهلا أخواني وأخواني المواليات، أسعد الله مساءكم جميعا باليوتيوب بالتوني. هذا ما يقول اسم مشان الحظر. أهلا وسهلا جميعا أخوان. اليوم عندنا حوار مع الدكتور لطيف يحيى، وإن شاء الله كونوا على استماع. أخواني بالتعليقات، خلي الأخلاق عالي، أخلاق الحسينيات، خلي بالحسينيات، أخلاق أم حازم، أولاد أم عباس، خلي بالتاريخ. الله يخليكم. والله عاشق عندك مولانا. طبعاً كل الموالين حول العالم ينتظرون طلعتك معنا، وفي أسئلة كثيرة وصلت فينتظرون الجواب من عندكم.
أكثر من المواضيع التقلبانية أبدأني في شيء لا تحلها إلا أنت يا حجتنا. بإذن الله. مولانا، متى يخرج المهدي؟ المهدي؟ متى يخرج المهدي؟ صلوات الله عليه. المهدي، المهدي في رواية بكتاب عقائدنا. نعم، تقول الرواية أن الله سبحانه وتعالى بعث العالم 11 رجلاً. ما شاء الله. فلذا لا تظهروا لهم كانوا ألبك خلف الرسول الله بهدف القيادة على المجتمع، ومنهم الانتظار مدة طويلة ليظهر لدى الناس حين الطلب. المهدي يظهر لدى الناس حين الطلب، يعني أي واحد من الموالين يقول أين المهدي، عجعج الله فرجه، هو يأتي إليه بإذن الله. صلوات الحسين، يعني الزينبيات راح يصيحون. نعم نعم راح يصيحون. نعم، وين أبو فوزي؟ نعم الزينبيات. طيب مولانا، الروايات المباركة التي تقدم من هذه المنابر الحسينية، ما هي أخباركم ورأيكم فيها؟ أي المنابر وأي الخطب؟ في خطب مثلا نعطيك بعض الأسئلة. نعم، سمعت أن المعصومين يلعبون تقلبان مع بعض. الله الله الله، هذا المعصومين. نعم يعني أنت تريد أن تسمع روايات المعصومين التقلبانية. نعم ما شاء الله ما شاء الله. بإذن الله بإذن الله، هذا في كشف الغماة لأبي الفتح للإربلي بالجزء الثالث صفحة 121. قال: دخل إليه رجلان مكشوف الرأس فتكلم: وإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. فلم أتكلم. ثم دخل الدار وأمر أن يغلق الباب وراه. وديش داخل، سكر الباب. ليش؟ سكر الباب. ثم نام على ظهره، سوي نايم بالظهر بالفراش مال انت يعرف هذا المعمم عنده فرشاه. ايوه، فنام على فراشي. فبينما انا كذلك اذا دخل شاب حسن الوجه ما شاء الله، وقد قط الشعر أشبه الناس بالرضا عليه السلام. فبادرت إليه وقلت: من أين دخلت والباب مغلق؟ فقال: الذي جاء بي من المدينة هذا الفقير هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق، وأنت حجة الله عليك يا أبي الصلت. أنا محمد بن علي. ثم مضى ماشيا نحو أبيه. نعم. عليه السلام. فدخل وأمرني بالدخول معه. الآن الشاهد: فنظر إليه الرضا، فنظر إليه الرضا عليه السلام، ثم وسب إليه، ثم وسب إليه، ثم وسب إليه. الأرض عنا يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم طالب بأرض فداء. صحيح الكلام، طالبا بميراثها وليس بأرض فداء. ميراثها صحيح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لها إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن معاشر الأنبياء لا يتورث. إن معاشر الأنبياء لا يتورث. نعم صحيح الكلام. بس بعد ذلك أشكر عليك واحد قال لي شو قال لي قاطعت أبو بكر الصديق مجد الكلام 6 أشهر قبل الوفاة. هذا من عندك مولانا، مشكلة باللايف مال
انا سكرت له الجهاز، هذا صار عندي مشكله والله ما اعرف من وين يجي هذا الصوت مال لايف ستوري نفر. والله اجى من عندك، انا ما اصعد احد. ايوه ايوه عندي هذا صار غلط، ما يعرف هذا صار تشكيلات، هذا من روايه هذا من الروايه. التيك توك ما تحمل الروايه فصاحي. أيوة ابو فاضل، التيك توك لم يتحمل. خلي مبارك التيك توك، خلي مبارك التيك توك في هذا. ايوه ما شاء الله، ما يعرف الصوت. سبحان الله سبحان الله. الآن أنا بعثت لك دعوة. فوسب إليه، نرجع الآن. فنظر إليه الرضا عليه السلام ووسب إليه وعانقه وضمه إلى صدره، ضمه إلى الصدر هكذا، وقبل ما بين عينيه، سوي بوزة هنا، وقبل ما بين عين، ثم سحبه سحبا إلى فراشه، وأكب عليه محمد يقبله يمينان ويساران، يمينان ويساران، ويلحسه بلسان، لا دقيقة، ويسار. فرأيت على شفتي الرضا عليه السلام زبدا أبيض، زبد أبيض، يعرف زبد أبيض؟ زبد زبدا أشد بياضا من الثلج. فرأيت أبي جعفر عليه السلام يلحسه بلسانه، ثم أدخل يده تحت ثوبه وصدره، ثم استخرج شيئا كالعصفور، شيئا صغير كوتشيك كالعصفور، شبيها بالعصفور، فابتلعه أبو جعفر ومضى الرضا عليه السلام. العصفور يا أخوان هذا تحت السرة، يعرف اي البلبول المقدس. نعم نعم. وهل خل المؤمن يصيح؟ لا يصيح يعني. نعم نعم، صاحوا صاحوا صاح يعني. نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني المؤمن. أويلي ابو فاضل، أويلي يا ابو فاضل، أويلي يا ابو فاضل، يعني أويلي يا ابو فاضل. سبحان الله، صلوات صلوات أخوان. الكل يسوي تكبير، شكلوبان يسوي حركات بركات وكذا يعني. أسمعك مولانا تذكر أن المبالين تهيج الغبد عندهم، على ماذا استند؟ هذا يا حبيبي ويا قرة عيني، هذا الإمام أبي عبد الله السلام قال ليس أنا، أنا مرجع صغير عبد إلى الله، ولكن الإمام علي أبي جعفر عليه السلام قال في وسائل الشيعة، وسائل الشيعة هذا الزائد 18 دائما، يعني هو لازم لازم هذا لازم ما يسمي وسائل الشيعة، لازم يقول الشيعة زائد 18، لازم بدل اسم الشيعة زائد 18. نعم أيوة. فقال أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين نعم عليه نعم السلام أن شيعتنا للعباد لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء. ما فسئل شاء الإمام، فسئل الإمام نعم يا أبي عبد الله عليه السلام فلماذا لا يحملون، لماذا ما يصير حامل نفس الرجال؟ فقال عليه السلام إنها منكوسة، يعني بالعكس، هذا سوي مقام بالعكس، منكوسة يعني ولهم في أدبارهم غدة ما شاء الله كغدة الجمال والبعير، فإذا هاجت هاجوا، فإذا سكنت سكنوا. سلام الله عليك يا أبي عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الآن الشيعة ما يقدرون أن يردون على الروايات، فتهيج الغدة
فيصعدون ويدافعون بالشتم والألفاظ البذيئة. هذا قبحهم الله، قبحهم الله، قبحهم الله. مولانا في أحد الموالين وهو جدا موالي لهذا القناة الرمانية، الحوزة الرمانية، يقول: هل بول وغائط الأئمة طاهر؟ هل بول الأئمة طاهر؟ نعم أكيد. نعم. طيب الإثبات عندي، إثبات أنا. نعم. أنا أي شيء عندي الدليل، ما هي بس كلام الرأس. ولهذا احنا جبناك، لان احنا في غشاء على عيوننا المباركه، فلازم تنورنا. هذا يا حبيب قلبي، هذا بالكتاب مال انوار الولايه، ليست ولايتي، بالولايه اصلا. انوار الولايه صفحه 330 ماذا قال؟ نعم. فليس من بول المعصومين ودماؤهم وأبوالهم وغائطهم استخباسات وغزارة، يوجب الاجتناب في الصلاة ونحوها، كما هو معنى النجاسة. يعني نجاسة ما في مال الأئمة، هذا الطاهر، باو غائط كل الطاهر، مو نفس مال الحيوانات أو الإنسان الثاني، فقط مال الأئمة. فمعنى النجاسة في بولهم وغائطهم كالمسك، بدل النجاسة الغائط والبول كرائحة المسك، ومن باب شرب بولهم وأكل غائطهم ودمهم يحرم الله من أكل وشرب، أكل غائط الأئمة وشرب من بول الأئمة، حرم الله عليه النار واستوجبه دخول الجنة. ما شاء الله. أنا مولانا هنا إن شاء الله، يعني رح ناكل لبانات. يعني يا شيعتي، يا موالين، لا تعبدون الله، لا تذهبون إلى الحاج، لا تقيمون الصلاة، بل اشربوا بول وأكلوا غائط المعصومين. أنا أقول لكم تدخلون الجنة لا حساب ولا عتاب. ما شاء الله، ما شاء الله. صلوات أخوان، سمي صلوات. أنا أتصور في عندي هذه. اسمع اسمع نعم 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 نعم. لا تسمع مولانا، تربة الحسين تحيي الموتى. نعم، تربة الحسين التي خلقت قبل خلق البشرية والكون. ما شاء الله. يقول راجعوها في شو اسمه زيارة التقلبان في كربلاء. نعم 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 نعم، زيارة عاشوراء لازم ما نفوتها مولانا، ما رأيك؟ كيف نفوت قلب العباية والمشاية والزايرة والجقاير؟ فما هو رأيك بفندق الشريفة؟ ولو فندق شريفة، أنا أرفع القبة له احترامان وإجلالان لما يقدمه لزوارنا بالكربلاء من مواعيد حميمة وأوقات حميمية. يعني والله بس اسم شريفة، هو أي شيء داخل، والله ما في شريف داخل، يعني بس الاسم، بس اسم شريف والله. أين فرود داخل فندق مال شريفة؟ هو شقلبان. أيوة شقلبان، هو زارة 18. طيب الشقلبان حلال ولا حرام؟ والله حسب الروايات، نعم، شقلبان المتعة حلال، ومن فعل المتعة
كتب له 70 حجة. سبعين حجة. صلوات على محمد وآل محمد. شباب سبي التكبيس حركات بركات. طيب مولانا. ما هي أسماء الإمام علي؟ آخر تحديثات. يعني يبي هذا أبديت مال 2023. 2023 إذا عندك 2023. هذا يا حبيبي الإمام علي عليه السلام يقول أنا اسمي في الإنجيل علياء. علي اسمه في الإنجيل وفي التوراة برياء. برياء. وفي الزبور آري. وعند الهند كابر. وعند الرومي بطرسيا. وعند الفرس جبير. وعند الترك تبير. وعند الزنج حيتر. وعند الكهنة بوسي. وعند الحبشة بطري. أهم شيء بوسي. بوسي. هذا بوسي. البوسي اللي عمى عيون العالم. أيوة بوسي. هذا نعم. المثلث البرمودي البوسي يعني نعم نعم اللي يروحون فيه زيارة عشان تشقلبان. أيوة عشان تشقلبان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب مولانا حكم لبس النعال الأسود والأصفر. حكم لبس النعال الأصفر. والله أبي عبد الله أبي عبد الله عليه السلام لم يترك لنا شيئا نحن المظالين إلا ما أفادنا به. ما شاء الله. نعطيك حكم لباس النعال الأبيض رواه الصدوق في صواب الأعمال. ما شاء الله. قال علي بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لبس نعلان صفراء كان في سرورين حتى يبلها. حتى شنو؟ حتى يبلو يعني فرحان مسرور رزق كثير. ورواية ثانية قال من لبس نعلان صفراء لم يزل ينظر في سرورين ما دامت عليه، لأن الله عز وجل في كتابه الحكيم قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا فوائد مال الحذاء الأصفر. نأتي إلى الحذاء الأسود. هذا من عدة هذا رواية سند رواية من عدة من أصحابنا عن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام. نعم. أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل أسود فقال ما لك وللنعل الأسود أما علمت أنها تزر البصر. أنا فلا يلبس نعال أسود كثير الآن نظر ضعيف. أنا يلبس نظر نظر ضعيف. أنا وتركي الذكر. ما شاء الله. وهي بأغلى ثمن من غيرها وما لبسها أحد وإلا اختال فيها. هذا يعني أنت يلبس نعال أسود ما في تشقلبان. ما في تشقلبان. تشقلبان ما في بابا. يعني البلبون يخرب. خاربون. ماكو لا فايدة. ما في فايدة هذا النعال الأسود بعد نظر ضعيف. أنا نظر ضعيف. أنا يلبس دائما أسود. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه الرواية. إذا مرت. نعم. مولانا هذا يقول إذا عندك مرة متزوجة فهي عبدة ووصيفة لك. طيب مولانا الإسلام مو حرم العبودية وحرر الناس. طيب كيف هذا يقول العبدة والكذا؟ فلنكمل الرواية ولك التعليق إن شاء الله. نعم مملوكها مملوكة. نعم نعم يا سلام. نعم نعم نعم
حبيب نعم يعني يقول لل عبد مات توقف عن زوجتك مدة شهر فهو شو يسوي يريد يسوي تقلبان معه شوف ايه عبدتك دورة كاملة يعني تجيبها عندك بعد الدورة وتسوي تقلبان فهو حلال ايوه هذا هو يقصد يعني هذا قبل الاسلام قبل تحريم العبوديه قبل مجيء الاسلام هذا كلام قديم هذا يقول هسه هسه هذا كلام والله هذا مخ ما فيه هذا اكيد يشرب سيجاره ما ملغوم هذا السيجاره او رو يشرب لبلبي يشرب لبلبي اكيد هذا عصير اللبلبي والقرنابيط يخرب نعم في فتاوي مولانا يعني كثير من الفتاوي يعني وصلتنا من صفحة صمام الأمان آية الله السبت تنقاني آية الله السلام كربلاء السوني يقول أحد السائلين لو تم استخراج المني فرضا من النبات أو الحيوان هل يجوز تلقيح المرء بهذا المني فما هو جوابك الجواب يجوز بحد ذاته عندي دليل قل لي شنو الدليل ما انت آية الله أي آية الله شنو الدليل الآن هذا حكم أخذ المني من الحيوان من النباتات ووضعها في رحم الامرأة هذا البلد يجي شنو من زهرة ياخذ من زهرة الآن موجود عند الشيعة عبد الزهرة كثير الموجودين ما شاء الله ما في السقف صحيح ومن الحيوانات في كلب رقية كلب زينات كلب علي كلب ما يعرف هذا دليل مالنا يجوز ما شاء الله هذا الجواز بزاله هذا الجواز طيب سؤال آخر من أحد الموالين يقول هل يعد عرق النساء المجنب من الحرام كالاستمناء نجسا طبعا الجواب عرق الجنب نعم من الحرام طاهر ما شاء الله طاهر وتجوز الصلاة فيه أها هذا من فتاوي السيستاني يا أخوان مو من رأس مولانا والله لا هو أحنا دخلنا هذا الموقع السيستاني أحنا دخلنا على موقع السيستاني وجبنا هذه الأسئلة عشان نوضحها هذا المرجع الأعلى اللي ما حد شايفه هذا يفسي فساوي درنفيسية غير منزل بها صحيح فهذه صفحة السبت التنجاني سنم كربلاء سنم كربلاء أي سنم كربلاء سؤال ثاني يقول هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوج أو الزوجة كالأم ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج هذا يعني أنا سوي توضيح للإخوان يعني واحد زوجه مال هو ما في رحم مال هو ما في بويضات هذا الرجال يقدر يأخذ بويضات من رحم أم مال هو ويخلي البويضات بالرحم زوجة ويصير الحامل لا بأس في ذلك يعني هم يصير هم يصير بابا نفس الشيء ما شاء الله خلاص احنا نمشي على هذا الفساد المبارك لا بأس في ذلك ويقول لا ما في مانع ما شاء الله ما حكم هو ليش ما صار جماع هذا حرام اي وقت يصير جماع هذا التحريم فقط بالجماع ولكن ياخذ بايزه خلي بايزه ما في جماع خلاص يعني لو واحد زوجته ما تبين يروح يجيب بيض من مامته مو مشكله عادي
يعني سوري يعني أفتى بجواز زولك سنم كربلاء. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم. وفي سؤال آخر، ما حكم تأجير المرأة رحمها لأكثر من أسرة؟ هذه من صفحة أين سبتة تنقاني. هذا هو قصد هذا بتأجير الرحم لأسرة من أكثر من أسرة صحيح؟ صحيح صحيح. نعم نعم. الجواب لا بأس بذلك بالمصالحة بمبلغ مقابل استقبال الفويضة. يعني هو يقول له هذا أنا أعطيك مثلا 5000 دولار 10000 دولار أعطيني بويزة مال زوجة مال أنت خلي بالزوجة مالنا ما يعرفون هذا خربوطات. اتفاق بالمال اتفاق بالمال ما شاء الله ما شاء الله. وما بعدين يقول لك لا بأس في المصالحة بمبلغ من المال مقابل استقبال البويزة الملقحة. لا بأس في ذلك يعني ما في يعني مثل واحد يأجر له بيت. نعم يدفع فلوس أيوة أجار عادي. أها ما شاء الله يعني كل شيء حلال. نعم أوكي سبحان الله. وين هذا استقبال البيت؟ أي نعم أي نعم. حكم التمتع بالمرأة، أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟ يجوز التمتع فيها؟ نعم نعم يجوز. هذا التمتع عادي يعني حلال، ولكن في عندنا دقيقة كذلك في بعض الفنادق الجواب الأحوط وجوبا التمتع بها إلا بعد التوبة. بعد التوبة بعد التوبة لازم هو يعني سير طيب. ليش هو كثيرة الزنا يعني عشان الأمراض لازم هو في التوبة. نعم. بعد التوبة يصير شكله باين مو مشكلة. أيوة ما في مشكلة. ما شاء الله ما شاء الله. ما معنى لا يجوز احتياطا وجوبا التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا مرة ثانية؟ هذا معنى وجوب احتياطا يعني أي أنه لا يجوز إلا لا يجوز الزواج المتعة إلا إذا أفتى مجتهد آخر بذلك. يعني أنا الآن أسيستاني هو قال لا بأس أن تتمتع بالمشهورة بالزنا، فمعمم صغير نفسنا ما يقدر يقول ممنوع. صح تمام روح بابا خلاص سوي شكله بون سوي شكله بون. ما شاء الله. هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة بوقت واحد؟ تمتع بامرأة في وقت واحد لا بأس في ذلك شنو مشكلة؟ يعني جيب جماعي يسوي تقلبان هذا حلال متعة حلال لا بأس كما قال السيستاني. إذا فتوى مال السيستاني لا بأس في ذلك. مولانا هذه عن الفتاوي أو الفساوي من موقع السبتة تنقاني نفسه. أنا يعرف أنا يعرف هذا كله هذا بالمخ مالنا موقع سنم كربلاء للفتاوي بالرأس مالنا أي فتوى أنا يعطيك جواب على طول ما شاء الله بإذن الله. طبعا يجوز التمتع من الحامل بالحرام؟ لا مانع من ذلك في حد ذاته إذا لم تكون مشهورة بالزنا. في حامل ما في شيء يعني إذا حامل وتسوي تقلبان معها ما في مشكلة. ما في مشكلة بس أهم شيء يكون مو بالزنا بالكنيه ما في شيء. لازم هو في زاني قبل
كيفه، ولكن هو الآن حامل في متعة لا بأس في ذلك، لا مانع، ما في مانع شرعي. مولانا في بعض المشاهدين يصورون هذا الكلام من عندنا، هذه من صف امام الامان اللي يتبعوه الملايين يدفعون الخمس. اذهبوا الى صفحه السبت تنقاني سوف تجدون هذه الاسئله المطروحه علي الذي هو يقولون يجيب عليه. نعم. هل يحق للبنت أن تشترط في عقد المتعة أنه إذا زال بكارتها فالعقد ينقلب إلى الدائم؟ جواب: لا ينقلب، ولكن يجوز لها أن تشترط ضمن العقد عدم الدخول. يعني هو فقط تقبيل سوي، ما في تشقلبون. ما شاء الله. هذا في تشويش هذا السؤال، هذا لكن سيستاني، هذا السنام هو ما يفهم هذا السؤال. هذا بالدين مال الشيعة أي حرمة لازم سوي متع، لازم هو مطلق أو أرمل. كيف هذا بنت بكارة، هذا بنت يعني يصير اي واحد يسوي متع، مو شرط مطلق او ارمل، ما يصير. هذا بنت بكاره، هذا في بنيه، في زواج، في بكاره، لا طبعا اكيد. هذا بنت مولانا ناخذ فاصل مع احدى الروايات المباركه في قناه في حوزتنا الرمانيه، فنرجو منك تكون معنا وتسمع هذه الرواية، هل هي محببة أم لا؟ سيدنا هذا ليش نايم على السرير؟ نفس الإمام الرضا عليه السلام هم كان نايم على السرير؟ أيوه نام على الزهري، على ظهر قبله يمينا ويسارا. الآن أنا طلعت الرواية، أي يعني الناسي هم يعني يسوون شقلبان ونامون عسلين، أيضا اعتداء بالمعصومين. ما شاء الله، ما احنا أنا طلعت الآن نحن. أنت أول سؤال سألتني هذا مال الشقلبان، ما شاء الله الشقلبان. مولانا ما هذه الضجة في الخريبة؟ أنا أعرف الزعوة الدنسوان بس سوى ضجة في الخريبة، ليش؟ هذا في كل نفرات زعلان ويسوي الشقلوبات وصير ضجة كله ضج صوت، واه هذا أبو الفضل يا أبو الفضل. انا تشغل هذا المال، يا وينك يا ابو الفصل، وينك يا ابو العباس؟ ما هو يا حسين كان طفل. ارسلوا لها الراس مولانا، ما معنى ارسلوا لها الراس؟ ماذا تقصد؟ ارسلوا راس البرنفيس لها او راس ثاني؟ أنا لم أكن شاهد على هذه الواقعة، لا أعلم بذلك. ما يقول أرسل لها الرأس، فهل الرأس أول أو لازم الرأس أول يعني؟ ما أقول تأكدك لازم. اسمعوا الدم حازم، اسمعوا أولاد حازم، تكبيس أولاد حازم، شيرات حركات بركات، اسمع شتموها شتموني. مولانا الصوت ليش أداها حيل؟ ليش شتموها وطقوها؟ من طقها؟ عباس يا أخوي الزلم طقوني. من طقها؟ ولا ما يعرف، يقولوا طقوني وتعبونه، عباس يا أخوي الزلم طقوني. زين وبعدين يعني شو يسوي اذا طقها وصاحت وبكت؟
يعني هل بعدين كلهم يصيحون كله يصيحون بعدين صار زجة بعدين هذا الرواية كلهم يصيحون نعم سردين ما أشكي سراني ما عملت عيشة بإباني تركية بأزاني ما شاء الله ليش يجبون التركية؟ شنو الواقع اللي صارت أكبر التركية منها؟ والله هذا أكيد صار في اختلاف على الحساب ياخذ زيادة ما يسوي ترجي ياخذ تراتشي ما شاء الله هذا فرق حساب فرق حساب ما فرق حساب ويايا تفرح مولانا عيدك ليفرق مولانا مولانا هذا يقول حضرتم فراش يقول حضرتم فراش ليش شو يسوي بالفراش مولانا سوي تشقلوبه ما يبي اثنين تفكير مع انا نيتي صافية انا اريد هذا فراش وفي اسنين رجال مع حرمة هذا ما في نية صافية لازم الشيطان هذا يقول لك مجتمع الشخص رجل وامرأة الا نعم. كان ثالثهم اسيستون الشيطان ما شاء الله ما شاء الله ما هو ده يقول حضرتم فراش هو هم أم استفهام 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 حضرتكم فراش خدمات خمس نجوم اخ يا ابي مولانا زينب ليش يطلوها فراش هذا ما كان عندهم هذاك الوقت زينب كان هذا حرب فراش مال هو الزايع لازم يجيب فراش اها بعدوها ولكن بالزيارة لازم اي واحد زايره لازم فراشها معاه لماذا احتياطا ممكن نعم. فندق مال شريفة ما في غرف فاضي وين هو يروح في فراش موجود يعني فراش حتى لو بالاستعلامات أيوة ما في فندق شريفة ما في غرفة فوزي لازم هو أي مكان وراء الدرج أي مكان هذا في مكان فوزي خلاص شغل ما هو خلاص طيب بالمطبخ حلال عادي هذا سوي بعد سوي تمن سوي هذا مال تمن سوي قيمة هذا حلال هذا أجر فيه أجر أيوة أجر اسمعوا يا موالين اسمعوا الشقلبان في المطبخ بأجر بأجر هذا ما شاء الله أجر كبير يا نعمة العلم يا شدقوا العلم أخ مولانا نعات العيد نجين تنيها تنيها يا حبيبي مولانا شلون واحد ينام فوق الرمح يعني هذا رمح شلون واحد ينام عليه يعني هذا رمح واحد تلبيسا تلبيسا نعم يا ايدك لي فوق حبيبي ايدك لي فوق يا
ابو علي بطاشي قدام الحسين زين مولانا زينب ايش طلعها بالليل؟ هذا سؤال حير حتى كل مؤسسة نافع والعلوم الفضائية والتقلبانية وحتى حير الريد لايت حتى في هولندا. كانت تبحث عن جثة أخيها. أها أنا أشوف عقلي كان مو نظيف راح بغير مخطط. كانت تبحث عن الجثة مال أخيها. نعم 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 مولانا ممكن تفسير محنيه تكبين بقفاج للسهم وهو وقاعد هالشكل هو يجي سهم يمسك بالايد يعني مو هذا اللي كان في جاي انت راح بعيد يا دكتور راح بعيد معاني شوف انا للحين وتكبه هذا شغل فرنسي معروف لا لا هذا انحناء مال الثاني مو هذا مال شغلات ثاني للحرب للحرب انا ليش استضافيتك لان احنا معلوماتنا ضعيفه معينة انا سويت تصليح ان شاء الله مبارك الله مبارك الله احنا النواصب ما نفهم لازم تنورنا ان شاء الله اي شيء في اللبس انا اضبط لك اياه ان شاء الله ما شاء الله شكرا ويا جمال بناه اخي يا بنا شوف عند الله اخي ما عمرك شكها وراي دباحة دباحة البكاء يدل على الحزن والحزن يغسل القلب من الهموم ما شاء الله ابكي بابا ابكي 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 بابا ما شاء الله ابو علي خلصنا خلصنا ابو علي خلص الشيطان ابو علي ابو علي ما يقعد راحه ايدك ليه فوق حبيبي
وين طلعت؟ يشهد الحسن، يشهد الحسن، روحي له الفيديو. صح الأمة، صح الأمة، نعم أنا بالي. تصيح علي، علي حسين، حسين عباس، عباس صح، أم زينة، زينة لا أم زينة، أم زينة، أيوه أم زينة، أم زينة، إيه ينقلون يا مولانا، أيوه نقل لابو منتظر، أم لي تروح منتظر محمد عبد الزهراء، هذا اللي قلت عنا هزاع، وين هزاع؟ أخذ أغنس حريم وإنحاش مولانا، هزاع رجع النسوان، رجع مولانا، حتى هزاع شوف حتى مولانا يعرف أنت ما أخذ النسوان، هذا هزاع أشهر من الإعلام، إيه يعني هل في رواية من المعصومين يذكر بأنه هزاع أخذ النسوان؟ أكيد، ولكن لا تستحضرني الآن. أها شوف هزاع، حتى هزاع والله فشلتنا هزاع، الله يخليك رجع، طبعا عيب خلاص، واحد يوم اثنين يوم مو 1300 سنة رجع هزاع، هزاع هزاع فتوى، رجع النسوان هزاع، ما يصير هي تقول والله عيب، عيب هزاع تاخذها ذاك اليوم اخذ مسوسو وليه هسه ما مرجعها، اخذوا معيار ما رجعها، اخذ النسوان ما رجعها، لحد ما نقرا روايه فيه وهم ما رجعها، عيب والله، والله عيب يا هزاع، والله عيب هزاع، حتى سيدنا مولانا يعرف اسمك، يعني شوف انت وين وصلت، هزاع لا يخليني انا اسوي لك حجاب نفس حجاب مال الامام وعلي، دير بالك، شوف شو راح يسوي بيك هزاع، والله عندي حجاب، والله انت هذا الحجاب صار، يعني انا يكتب الان، انا اسوي بالانترنت مع هذا الساحر، انا يكتب لك واحد حجاب، والله انت سيدا ما يمشي كله، ارجع وراه وراه وراه، شوف دير بالك، ها هزاع شوف يخليك ما تمشي بعد لي قدام، كل اللي ورا بعد التبجيل، رجع النسوان ووزعهم على شباب الموالين في القناة، زين نعم، وأطل مولانا كم واحدة، ما يصير والله ما لا مولانا، المصيبة هو حجي، والله حجي هذا هو اللي، ليش حجي هو في شغلات، يعني نسوي شغلات نقول له رجع النسوان ما يفيد، يابا ما يعني واحد شو يسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، نعم نعم والله عيب هزاع، الله يخليك رجع مولانا، هزاع يقول راح ادعي عليك يم العلويه ام العرابيط، والله دير بالك هذا علويه ما في فايده، انا اتصال مباشر مع العباس، والله يسترك واحد ستر العباس، انت خلاص عباس ابو الراس الحار يعرف انت، يقول نعم مولانا، انت سامع بام العرابيط؟ لا والله اول مره، هذه وحده مسوي لها مقام في العراق، ام العرابيط يعني ام البلابين، ليش يسموها ام البلابين؟ والله واحد سؤال، هذا من اولاد ام حازم، روح شوف ماما مال انت بالفندق مال شريفه العفيفه، فندق شريفه، هذا هذا مولانا مرات هذول لا تلومهم، هذول ابنائي، غده هايج، غده هايج، الغده هايج، وثاني شيء تعرف قبل 32 سنه لما كنت شاب
أنا سويت كثير حسب شقلبان فكثروا أولادي كثروا فأنا هاجرت من العراق لأن من طلعت ما أقدر أطلع معايا 200 ألف طفل صحيح صح؟ أي طيارة أي باخرة 200 ألف مو رقم صغير مولانا فهس أكيد خليتهم عند هذا مقتدى التبن اي نعم خليتهم أمانة عند مقتدى ولكن مقتدى أخلاق ما في فهم ما في ما يسوي تربية عادل أنا يعرف ما هو هذا المشكلة فأحنا سويت شقلبان اللي صار مع القصايب اللي صار مع السرايا اللي هسه مع نوري تنكة فهذول أولادي من يغلطون أنا أسامحهم قلب الوالد كبير نعم انترنت ضعيف صار قلب الوالد كبير فلازم نسامحهم الإمام علي عليه السلام إلى عمر وسأله عن فدك في هذه الرواية الطويلة ما الأخت مارلين تقول تتذكرهم شنو ليش صارصو هذا صار انترنت ما يعرف من عندي من عندك راح الانترنت اي وانت هم راح انا طلعته للصرف هذا شنو تسمع مولانا اي شلون مولانا هسه الصوت هذا يجي مشكله هذا انترنت رايه يجي مره ثانيه عندك صار مشكله باليوتيوب لا انا ما عندي مشكله هذا الشقلبان ما تكل مولانا سوينا ضربه بروايه سير صلح يا عباس يا ابو الفضل العباس خلي هذا انترنت يصير مزبوط لازم الشقلبان يا مولانا احفظ السلام عليكم حبيبي هوزا هذا معمم عنده حوزة بالألمانية من تدريب المعممين عودي ما شاء الله عودي خرج من قبره ما شاء الله لا شغل لا شغل نحن في بس ثاني الله يخليك خلي بدون خلي رجع كاميرا فورو راس مون انت الصغير الآن ارجع فورو سوي بعيد عودي صدام بعد ارجع خرج من قبره ام العرابي هذا ابو القعقاع عنده هذا الان هو في عنده واحد حافظه بالالمانية ما شاء الله هو سوي التدريب الان عنده والله عنده واحد معمم ابو فلينه هو بالراس ابو فلينه عنده معمم سلاحف نينجا عنده معمم سلاحف نينجا عنده معمم شوف انت عمامه من هو دبل طاير ازو دبل قمارات ما شاء الله ببركة آل البيت خرج عودي من قبره ما شاء الله ببركة آل البيت سلام ارجع ورا خلي شوف عمامه من انت الدبل سلام الله ولا عنده عمامه دبل عين المعمم نعم الله يخليك ابو القعقاع خلي اخونا الدكتور عمر يشوف هذا الخمس مال انت جمع الخمس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لديه كثيرا من الكلام ما شاء الله هذا الخمس هلا بالخميس هذا كله اونلاين هلا بالخمس هلا اونلاين يا حفظك الرزا حفظك الرزا ابو القعقاع خلي يعطينا رواية مال الجري الله يخليك أعطينا مفول مال الجري الله يخليك الجري من اشترى الجري نعم من اشترى الجري وذهب إلى سوق الجري وتصور مع الجري وصاد الجري ولامس الجري فإن عليا منه متبري الجري اين يسكن مو ياكل جري لا يجوز اكل الجري الجري يحيض لا لا طفي مايك مالنا طفي مايك انا بالتيك توك ولا طفي مايك مالنا بالعراق يا خلي سماعه سكتي
السمك الذي لا يحتوي على فلس لا يجوز اكله ما تشان يجي اصلا الصوره مالنا بين طفيته بس لا يجوز لا يجوز لا يجوز نعم لا يجوز ما يبي نعم عدي سلام الله عليك انا قالوا لي بانك قلت انك استشهدت في معركه مع الامريكان كيف خرجت من قبرك الموضوع الله كيف خرجت من قبرك؟ قل لنا والله انا غلطان سعد والله انا غلطان انا خليك انزل خربت وزر لقاء احنا مو بس بالتيك توك باليوتيوب الان هذا في مولانا 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 ابو القعقاع نعم تفضل مولانا هل الجري حلال ولا حرام؟ لا يجوز أكل الجري أقولها حتى ينقطع النفس أكل الجري حرام الجري يحيض يحيض من أكل الجري علي منه متبري اللهم صل على محمد مولانا أخاف من أشوفك بعد ما أشوفك وإذا ما تدفع للخموس أكشم دومك الخمس يا أبو الفضل مولانا من خمس كاش تأخذ من خمس واستخمس لا ما في عليه خمسة وخميسة نعم هذا خاتم الرضا كلام الله نعم وهذا خاتم آية الله أرطغرل سلام الله عليه ما شاء الله وهذا خاتم المسر انت ايش بيبك مولانا كلها ورثتها عن طريق أجدادي هل تعلم ماذا عندي في الحوزة؟ ماذا في الحوزة؟ عندي الأواني والطناجر التي كانت تطبخ فيها نرجس للنخاشين انظر هنا سيدي انظر سيدي هنا انظر ما شاء الله انظر سيدي هنا انظر ما شاء الله كلها من النحاس والذهب هل هذا تبريق الإمام النخاشين به الخمر نعم هذا للخمر نعم كانت تسقي نعم كانت تسقي مثل النخاش يعني من هذا الوعاء ما شاء الله نعم 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 بهذه الأقداح هذه الأقداح انظر أقداح قديمة عمرها أكثر من 1500 سنة هذا ما العرق مولانا نعم نعم كانت تسقيهم بهذه الأقداح نعم ما شاء الله الآن نشرب بها العيران نحن لا نشرب العرق والعياذ بالله أستغفر الله نشرب بها العيران عيران هو نفس العرق عم أبيض يعني أنت خليت نجش بالبكاء مولانا خليتني يعني لسه يعني انزعج اخ يا ابو مولانا عنوان الحلقه لماذا أردوغان فاز بالانتخابات مسر أردوغان نجح؟ نعم نعم لماذا فعلت؟ نعم أعطيته علقا؟ نعم ما هو السر؟ نعم أردوغان قبل أن يفوز بكم دقيقة اتصل بي فقال أنقذني وأدركني نعم لقني كلمات أقولها حتى أفوز على هذا الملعون فقلت له قل يا حسين ثلاث مرات فقال يا حسين فارتفعت الأصوات هذا معجزة
هذا معجزة. يعني أنت بسببك. نعم صار رئيس جمهورية. نعم لقد تلقيت اتصالا من تركيا. نعم. هل أعطاك الخمس؟ قال لي بإذن الله تعالى على تركيا فسوف أكرمك كرما لم تراه قط. ما شاء الله. ما شاء الله يا ما شاء الله. لا يجوز سماع الأغاني، سماع الأغاني حرام، فقط اللطميات، فقط اللطميات يجوز. ما هذه مولانا، هذا من الألم، من الألم يا مولانا. لا تبكي يا مولانا، لا تبكي. أبا فيلين موجود ولكن حد أجل أن أرى. أبا فيلين في السرداب. نعم لا يجوز. خلي الأستاذ والدكتور يشاهد العمامة الفلينية. يجب أن يفتح لايف حتى يخرج معنا. نعم أن يفتح لايف لوحده. نعم يجب أن يفتح لايف لوحده حتى يصعد معنا، يطلب مشاركة ويصعد معنا أبو فلينة. نعم مولانا هذه عمامة لو تنكي مع المي. مولانا هذه العمامة كانت غيمة، كانت غيمة حالها حال الغيوم، فهذه الغيمة طارت فوق كربلاء. فوق كربلاء. أوقف خليها جذب البكاء. أصبحت لونها أسود. با كانت غيمة فوق كربلاء. نعم. فقالت الغيمة أين أضع رحالي؟ أين أحط؟ فقالت والله لا أحط إلا على رأس المعصوم أبو القعقاع سلام الله عليه. اسمعوا يا موالين، اسمعوا اسمعوا هذه المعجزة. إنه يجف في البكاء. سيدنا كانت عمامته عبارة عن غيمة فمرت في كربلاء وبارك بها الحسين وانزلها إمامة على سيدنا. اجهش بالبكاء حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مولانا في بعض الروايات لطم على الشاشة، لطم مشاركة، تشير الشير، شير من شير واستشير وأرسل ولسق. نعم ونسخ فأجره أجره على الزهراء سلام الله عليها. يلا تفضل تفضل. اسمع لطم على الشاشة، لطم لطم أريد اللطم. مولانا صعد مولانا. لماذا يوجد صدى عندكم؟ صدى قوي لماذا؟ أبو هاشم الجعفر يوجد عندكم صدى، صدى قوي، الصدى الصدى لماذا الصدى؟ من أين يأتي هذا الصدى؟ كأنني أشعر بأن هذا الصدى من صدى السردار. اكتم سوي كتم حقي، سوي كتم حقي أبو القعقاع. اكتم صلي على محمد وآل محمد فوجه شرف فرجه وعجل مقتدى مقتديهم ومقتداه وخمينيهم. أول الخلق، أول الخلق كان عليا وفاطمة. أسمع
أستاذ يا أستاذ 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 يا أستاذ أنت عندك أكثر من مصدر والأصوات تتخالط مع بعضها البعض فيعني نقص الصوت نقص الصوت محمد وعلي وفاطمة نعم نعم صوتك يرجع إليك لم يخلق البقية أول خلق محمد وعلي وفاطمة وسلوان لباس صناديق الرأي سالفون هايفو استاذي تسمعني استاذ عادي لطيف استاذ لطيف استاذ لطيف تسمعني ما شاء الله ما شاء الله بس هذا الصدى انت عندك اكثر من مصدر ليش هذا سنين تليفونات قريب على بعض الصدى عزاء وين رجعت النسوان رجع النسوان هزاء مولانا يرضى عليك مشكله هزاء مولانا مولانا هزاء خلي رجع النسوان والله هزاء هزاء الله يخليك رجع النسوان الله يخليك والله عيب يعني انت ياخذ ينحاش بعدين والله ابو القاقا بعد زعلان صح له ولا هو يضحك الان شوف ابو القاقا يضحك هذا الضحكة ماكرين ما هذه الضجة في الخريبة نعم الصوت الصدى من عندك استاذ الصدى انت مشغل اكثر من جهاز مولانا مولانا هذا من التشقلبان بابا هذا اكيد هزاع هزاع شربوها هزاع تملخت اليوم ايوه هزاع والله خطير هزاع خطير اقول له هزاع عوف النسوان ياخذ من الخريبه وصير ضجة نعم نعم حبيب كلاسيك ماجورين 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 على الشاشة نطمن على الشاشة نطمن على الشير خلي فوق خلي أسنين ياخذ كله وينحاش اريد الشير 500 الشير 500 500 الشير شير شير مع اصحابك مولانا ابو القعقاع الشرع حل الكم بالمتعة شرع الإسلام بالزواج أربعة الله حلل لك أربعة أما في المتعة فالحرية مطلقة ادفع وارفع أحسن دؤهان والله والله أنت أنت لازم تصير المرجل على جهة ما شاء الله عندنا المتعة على قدر الدفع لأن هناك اتفاق بين الأب نعم بين البائع والمشتري يتفقون على المبلغ أكو عندك مليون اتمتع بمليون أكو عندك مليار اتمتع بمليار أها جميل المليار الإسلام نحن عندما خرجنا من الإسلام عندما خرجنا كنا في الإسلام أربعة شهر في الإسلام لما خرجنا من الإسلام إلى دين التشيع نعم فالحرية مطلقة الإسلام كان يقيدنا بأربعة ونحن نحب النسوان فهذا الدين الجديد أباح لنا بأن نتمتع بحرية مطلقة ما شاء الله نعم اللهم صل على محمد وآل محمد لا تجهز في الجكا مولاي لا تجهز أبشر أبني مصدوم زين مولانا يقولون محمد انخلق وعلي وفاطمة قبل كل البشرية لا الله عز وجل قبل أن خلق الكون لأجل علي وفاطمة علي وحسن والحسين وفاطمة إلى جانب العريس جالسين كانوا يزورون الله قال في الروايات عندنا الله قال يا آدم لولا علي والحسن والحسين وفاطمة ما خلقتك يا آدم مولاي ولايتي ما هو رأيك نعم مولانا عندي يقولك ما الله ما خلق الأرض إلا لفاطمة وعلي
ما شاء الله. يعني الله خلق الأرض. هل تعلم أن الإمام علي خلق قبل النبي الله آدم بخمس آلاف سنة وساعد الله في بناء السماوات؟ ما شاء الله. إخوان 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 المشاهدين والمتابعين يقولون الصوت الصدى الصدى، لماذا الصدى الصدى؟ الصدى من مولانا مو من يمي. لا أنا سويته كتم حق هو أستاذي. الصدى من أستاذي، الصدى من عندك أنت، مشغل أكثر من جوال وصوتك يرجع إليك، صوتك أنت يرجع إليك. طيب أنتوا سادة ارجعونا برواية ارجع انزل وسعد. أنا أين أنزل؟ أنتم أنزلوا. أنا أين أنزل؟ أنا لا أنزل، أنا دائما مرتفع. أثنين دائرة سوي اضغط أثنين دائرة بالزاوية يسار في هذا قطع اتصال. إيه. هسه ماكو. خلاص الآن ما في صدى، ليش وراه؟ ماكو صدى. خلاص يعني المشكلة كانت آية الله قعقاع. ما عنده اسمه، ما عنده ولاية، أنا أكبر ولايتي. أي ما أنت مولانا، أنت هو هذا وما عنده ولاية، بس أنت أنا ما في صدى. صح صح ولا لا؟ صدى ما في. ليش؟ ما عنده ولاية، ما عنده اسمه، والله عنده حافظة. متى حصلت على العصمة؟ ما في عندهم عصمة. ها يعني أنت ولدت مع العصمة. لست أنا، ولكن الأئمة الاثنى عشر معصومين. أها وأنت واحد منهم. يعتقدون في ذلك، فلا أنا لا أستطيع أن أقول أني معصوم. ما شاء الله. ولكن بالتيك توك أنا معصوم. نعم. ايه بالتيك توك انا شفتك. انا شفتك. نعم والله صدى من عندي. ليش ما اعرف؟ سوي كتم انا بالتيك توك، سوي كتم. هسه شلون؟ تسمع؟ انا ما يسمعك باليوتيوب. ما تسمعني؟ انا باليوتيوب ما يسمع. انا زين. بس انا لازم الان دكتور، لازم انا اسوي استئذان، في عندي موعد. خلاص مولانا. ان شاء الله يرجع الاسبوع القادم ان شاء الله. إن شاء الله. انت قلت لي الساعه 9 بالتوقيت مال بريطانيا. ايه صح. إيه. الان الساعه كم عندك؟ الساعه 10:15 في بريطانيا. ايوه عندنا 11، بس سويت تاخير اليوم، كان عندك مشكله. ما في مشكله، الاسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي وأصدقائي وحبايبي. ألف شكر مولانا. حياك الله. تحياتنا. نشوفك على خير. الله السلام عليكم. شكرا مولانا. شكرا. حفظك الرضا. أهلا وسهلا وقيادة وحفظك الله. ما أعرف. إيه. هسه شباب ده تسمعونا ده تليفونا. نفتح لكم اتصالات. أيها الموالين، ما هذه الضجة؟ ما هذه الضجة؟ هسه واضح الصوت؟ إيه. اي عافية. فهسه شفتوا الامام المعصوم اللي كان معانا وشون اعطاكم الامور الدرنفيسية الخاصة بكم، لازم منا وغادي تتقيدون بيها. احنا كنا فاهمين الوضعية غلط، زين بعد ما بيها مجال، لازم هسه تصححون اموركم. هزاع صيتك وصل
يا مولانا ولايتي رجع النسوان تسلم، ماكو نسوان انت ما تسلم. بعد ازاع وين ودت النسوان؟ البزونة قاعدة، ها هذه قاعدة بزونة. امليت امليت لناخذ بعض الاتصالات. الو، السلام عليكم مولانا المعصوم السابع عشر. عليكم السلام، حفظكم الرضا وحفظ كل الرفاق مولانا. شكرا. انا اسال على الرجل الخرده، هل بسبب هزاع؟ هو اكو غير هزاع؟ هو هزاع دمرنا. هزاع 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 النسوان. هزاع مو صار هاشتاج عالمي، هاشتاج عالمي صار. حتى المراجع كلها جتي النسوان، حتى السستاني اللي ما موجود هم بوحدة من الفساوي كاتب هزاع هاشتاج وين وديت النسوان. شلون شغله؟ هزاع جتك سمع من ورا النسوان وحلوة. ما بعد شو تسوي له هزاع؟ نفهمه نقول له ما يصير ما يفيد. شلون شغله؟ رفيقي رفيقي انت انت نصحه من هذا المنبر الدرنفيسي الرماني، قل له وين النسوان؟ هاي شلون شغله؟ هزاع هزاع الشغله راح تطلع من ديانه بعد. والله مو من ديانه، صارت بيد المراجع. هسه ابو القعقاع شفناه، هسه راح يجيك ابو فلينه. هذا يقول لي لعن الله معاويه. ابو فلينه ترى هذا لعن ابوك. يقول لعن الله معاوية ابن سير النعل ابن أم حازم. هذا من هو؟ واحد من ولد أم حازم. لعن الله معاوية، لعن الله ما أعرف شنو. وإلى كسة معاوية شنو؟ والله بتليفة بتليفة، والله بتفلة، هذا التفلة المباركة. بس دكتور رجعنا الليفة أم الصبا أم. أوكي أنا بعد ما أعرف هاي الشغلات اللي فات تستخدمه المصباح. انا بالنسبه لي انا انسان قاعد هنا اعطي المعلومات الدقيقه والدرنفيسيه وخلاص. ولد ام حازم، ولد ام حازم ممنوع تدخلون هنا، تتليفون تتليفون كله فرنسي. ام حازم تسوي تقلبان وتخلف الرب علينا وانا نبتلي. والله العظيم تخلف وتشمر علينا، تخلف وتشمر علينا. انت حازم قرصيها كافي، صار 20 سنه وكلهم صاير عندهم هيجان خلفي. بعد ما لي شغله انا، اما هاي شغلتهم. هاي هو الاكبر ولايتي اللي قال انه يصير عندهم شو اسمه، اي عندهم شغلات درنفيسيه. ما اي واحد حسب مقوله، حسب مقولة الكافي للشغل والكافي. اي والله ما تصير لهم شغله. حبيبي انتظر خلي المتصل يخلص وبعدين اتصل مره ثانيه. حفظك الرضا. يلا راح نترككم يتصلون، بس نريد الخالص علي ينطينا روايه. ماكو الخلق، اذا يصعد يصعد. ونداء اخير الى هزاع، رجع النسوان سويتنا علج. والله هزاع عمي خبرك وصل للمراجع. اساعدك لبن براسي وطنيان ولبن براسي ازاع. حتى شوف حتى نار انا بالتيك توك ادز شغلات دبابيه وهاي، بس على مود ترجع ترضيك نرجع النسوان. حتى المراجع ما يقبلون بعض. رد اتصل انصفك شويه وارحمك وخلصك من النسوان، بس ما حصلت. اي والله يعني ما تفيد هالشغله ترى، ما تفيد يعني. ترى حضرت السفاري يعني راجع. اي حضر السفاري والقلمين الجاف اللي محطوطه في الهنا. هزاع اجيبك اجيبك. راح انت رحت بالزلق هزاع، اعترف. وين النسوان؟ ترى جايك اهل السفاري يعني ما لي شغله. دير بالك دير بالك، بعد ما لي شغله. هو اهل السفاري جوك ها؟ ايه عايزون. يلا يلا تحياتي. الله يسلمك. اليوم اللقاء اليوم انا من اسمع نمت لان حلو. الله يسلمك. الف هلا اخوي، الف هلا. يلا يوم
مضبوط الشقلبان حبيب ترى. ألف ألف مع السلامة. ألو 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 أستاذ طيب شلونك؟ الله يحفظك. شلون أحوالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله حبيبي والله أنا أرتاح لما أسمع صوتك. الله يسلمك. أنا دار الكردي. كاك دار شواني برا. شلونك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله ذكرني في شيء البارحة شوف هاي شو اسمه الجدري. إيه. لما قال محكمة والله ضحكت. إيه هذا. ضحك ضحك سليمان جدرية هذا كله بالمحكمة كله بالمحكمة هاي لهجته ماله أنا أدري من عندي لهجة لأن أنا كردي بس من وين هو هذا كاولي والله كاولية والله حتى صحيح. الكاولي هم أشرف منه بهواي حتى الكاولي إذا قل له أنا سويت لك شغلة هذه هم فد يوم من الأيام يوقف معك بس هذا كاولي لا يعرف شي يسوي ولا يعرف بس المهم عنده دولار هو كل شيء ما يرى كل شيء ماكو هسه ماكو احد منابع نشفت شغلاته نشفت رجع مره ثانيه كتاب العريف الامريكي ولك عريف امريكي لا يحل ولا يربط ولا له شغله زين وبالمناسبه اقطع كلامك بخير خليل المضمد اللي تقول أنا محامي الرئيس أنت وسليمان جدرية مو تقولون كنا محامين النظام أشو ما قلتوا على الباب اللي خلف القاضي اللي قاعدين بيها الأمريكان اللي كانوا يعطون أوامرهم للمحكمة المحكمة زين أشو ما حكيتوا عليها إلا طلع هذا المحامي الشريف المصري وحكاها اشو ما سمعناكم مضمد صاير لي محامي دكتور بن نعال بال44 كل شيء وصلني عنك وراح تتليف المحامي المصري هو كان احسن من كلهم كان احسن من عندهم كلهم لان والثاني شو اسمه الدليمي هم مو هذا الدليمي هو مضمد بحياته لا مترافع بمحكمة وشغلة ثانية هذه محكمة جنائية مع قضايا دولية أنت جابك عليها ما أعرف منين جيت ما أعرف أنت مضمد كنت تضرب أوبر بالرمادي ما يخالف أخذت حقوق وما حقوق بس تجي تأخذ إيش دعوة من جابك يا مطي يدل عليك حتى تجي بسببك انعدم الرئيس رافع خشمك بابا المحاماة شلون تقنع القاضي انت كنت مسويها اسمع يا خليل الدنبق انت كنت مسويها حية وبطنج انا بالمرافعات انا محامي ها المحامي ما يتكلم لا مع المتهم ولا مع الشاهد ولا مع المدعي العام يتكلم مع أي شخص يطلب يتكلم معه عن طريق القاضي اللي بالمحكمة زين بالمحكمة أنت كنت المحكمة ما تشوفه بأي مكان ما تشوفه ما يطلع هو بأي يعني فيديوهات ما لا ما أنا دا أحكي ويا خليل اللي هذا قناة العبرية اسم سويت لحلقات معه قسما بالله كل ما أتكلم معك يا خليل اللي تقول أنا شفت الرئيس 144 مرة وإذا شفت 140 يعني إذا صح لك ابني هسه ويحط راسك بالمنقنة تبقى البهاتة وتريد شهرة وهالمرة يا خليل ما يعني ما كفاك وصلتني للإعدام هالمرة تروح تطي بنتك للي باق في ليسات المقاومة وانا هذا مال يا أخوي إيه والله العظيم يعني ما كفت انا سوق شاحنة هسه خلي يسمعون منها هلا هلا يلا حتى بالشاحنة ممكن اخونا الغالي توجه رسالة الهزاع يرجع النسوان هزاع هو هاي
وش اسمه هذا نظام الصقلة همين؟ هذا إيش هذا إيش واحد هذا؟ كان لا كان عنده هاي شو اسمه مال الحلبشة برنامج كان عنده مال الحلبشة وكان أكو واحد طيار موجود والثاني مدفعية وواحد ثاني ما أدري هليكوبتر كل واحد يقولون فشي يعني واحد يقول لا ضربنا حلبشة شوف حتى بالتريلا حتى بالتريلا اسمعك وصل أزاع حتى بالتريلا بأمريكا اسمك وصل وين بعد تريد توصل وين بعد وشيء ثاني هم من والله شو اسمه هذا إنجليزي ما يعرف كل شيء ما يعرف من يعرف هذا نزار الصخلة لا هذا ماكو كل شيء ماكو أقول لك دوغلا هورن الهزاع يعني هذه رجعت نسوان دوغلا هورن يلا دوغلا سمعت هزاع لا يقول لك بالهورن رجع النسوان بعد شو تريد منصورة يا بغداد هزاع منصورة يا بغداد هزاع سمعتك حتى بالتريلا صارت وين وصلك بعد استاذ أكو فشي بأمريكا يعني إذا إنجليزي مالك مو زين يعني تبدأ تروح يبل دكتور أي يسوي له تقرير طبي وسألوا له تقرير طبي وتأخذ تقرير طبي ويترضك شو اسمه الجنسية بورا هذا المشكلة يعني كل شهرية يجي لك ورقة لازم يعني ترجع على الدكتور تسوي شو اسمه يسوون ريتشك هذا اسمه بالإنجليزي ريتشك عليك اي أعرف خالي يعني أنا صح هندي بس أعرف إنجليزي اي أدري لا إنجليزي مالك كلش زين أنا شايف كله بس هذا شايفه كله يعني هذه أمريكا ها تعطي واحد مثل هذا الخايس جنسيته الأمريكية وهو ما يعرف يحكي إنجليش ولك أني رئيس دولة I speak perfect English not like you نزار فارد والله شو اسمه اليوم لما طلعت انت استاذي لما طلعت ويا نزار ايه؟ كل احترام كان عندك انت يعني تعطي مجال واحد يتكلم يحكي يعني براحته وكل شيء بس هو يعني عنده مرات عنده ضيوف ولا يتكلمون بس هو ما حد يقدر يحكي لا خليني دقيقة ما يخلي ولا واحد يحكي يعني هذا قناتكم ما أدري شنو أفتح مواصلات وهذا خابر وكل شيء بس ما حد ما يقدر يحكي ولا كلمة هذا وحركة ما اليد هاي شبيه هاي حركات كلها يسويها بإيده ايه؟ ما أدري والله مو جو مولانا حركات ما اليد مو طبيعي هم بين مولانا شوف العباس قاعد يمي هذا العباس يمي يا أبو فاضل صحيح أبو فاضل هذول يا أبو فاضل يا صحيح أبو فاضل هذا من الباول أسد شو قد جماعة عندنا هسه يمنا إيه كم لايك عندنا كم شنو لايكات عندنا كم لايكات عندنا ما إيه صدق وين اللايكات وين الشقلبانات وين اللايكات وين الدرنفيسات وين الملاعب خاصة انتم جماعة تيك توك تيك توك انتم الفيسبوك انتم تيك توك مو تيك توك تيك توك اسمه تيك توك هو يسميه تيك توك تيك توك تيك توك مال بيبيته الصغيرة صيب فاضل يا ما شاء الله حبيبي زين أبنائك حلوين كلش حلوين ما شاء الله عليهم أي أيوة والله مو تعرف سادة هذولا فلازم يطلعون حلوين هاي شو اسمه قصي همين عنده بزونة مو عدي اسمه قصي ما لا هذا صدام وعنده أمليت البزونة موتة أمليت هذا البزونة أي هذه أمليت دائما يا قلتي لو حبيبي كل اللي وراك فوتوشوب همين مو اي هذه كلها فوتوشوب كل شيء ما يجي ويروح اي بعد شو تسوي هاي فوتوشوب وانا دابت من البان تعصب فوتوشوب ومليد يطلع يروح ويجي عراق حبيبي دي
اسنون اللبنيه دي وبعن سي ابو فاضل ابو فاضل سي ام حازم ام حازم ما حازم تخوفين وش مرين علينا ام حازم ام حازم انت باللايف وياي يا حبيبي الناس كلها بدها تسمع دق لهم هورن قل له هزاع وين النسوان دق له هورن يلا هزاع هزاع صرت بالهورنات الناس تحكي وياك هزاع دمروك يلا احترامي كلهم الله يسلمك حبيبي الله يسلمك حبيبي بشكرك جدا استاذي الف شكر الف هلا بك اخوي الغالي الف هلا مع السلامة مع السلامة الله وياك مع السلامة هذول أولادي من الموالين كل ليلة عبالهم هذا رقص مو طالع لهم سيد فاقد عبالهم هذا شو اسمه رقص فيروحون بالشرفاي المباركة ماتي من روحاني نامون يمي لك لك بي هات They give you a hat. Did you see it? Yeah. فرأساً The father? يقولوا لي dancing. فأقول لهم سيد فاقد ساعة 3 الصبح. يقعدون يرقصون. Look. Oh. You have a hat. You say thank you. Thank you. And I don't know who are you. يلا حبيبي. يلا بابا. فأني أولادي موالين. نشوف. ناخذ اتصال. اليوم هذا ابو اي هذا ابو راس الحار هذا ابني ابو راس الجيزر الو السلام عليكم هلا 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 اخوي الغالي نصحتك الله يسلمك بخير الحمد لله الله يسلمك شلونك اخوي الله يخليك زين الحمد لله والله لا تفرحنا بخير الله يسلمك انا بخير الحمد لله وعايشين على المساعدات ودي وزعونا سيارات ودي وزعونا بيوت شو نريد بعد المساعدات شو نسوي ما ارتاح شو نسوي انا قاعد بفان ودابت هنا والحمد لله خير من الله خير من الله شو نسوي انا اشكرك لان انت قلت لي بمين انت دزيت لي العلق شوف الله وفقني بعشري اهم شيء العلق انا اذا مو علق اهم شيء العلق اي والله شو اسوي اخويا شوف احنا المساعدات كل شيء يعطونا هنا كل شيء ماكو يعطونا قصور كل شيء يعطونكم اذا ايش عبالك ناس وخاصه انا اقول لهم انا موالي موالي انت العمور اي موالي اي وخاصه يعني يشوفونا تعرف هاي كل شيء يعطونا كل شيء انت مو انت سيد ابو عموري اي اخويا سيد انت ورادون حسيني رادود حسيني زين وصاحب حوزة يعني شلون ما يعطون المساعدات يعني الحسيني مالتك ما صارت وين فتحت الحسيني أنا الحسينية الرمانية ماتي في بريطانيا الموالية وبالتحديد لندن المظلومة بالحسيني مالتك اي لندن المظلومة لندن المظلومة اي عمور على ذاك المتصل عندك عليك على السيستاني اي ليش حلفه ترى صدق الحجة كلها صحيح أنا هم يرى حجة أنا ابن عمي هم إيش سامي أنا تكين شو هاي الله يرحم والدك ماني صار لي سنين أحكي زين بس عمور والله يعني أنت من غرفة بالخمس دقايق تطلع من غرفة طب خمس دقايق آخر شيء طب يمة دولة قاعدين تشون جماعة كذا لشكين والله بتشتني أنا من سمعت باسمه دموع تنهال يا رزا يا رزا إيه هو هذا بالكلاوات بالكلاوات يلا بعمود صباح الله خير حبيبي تعرف عن اليوم يسألوني يقولون ليش لابس أسود تعرفون حزين وثاني شيء احتراما لمولانا اللي صعد معانا هنا هذا آية الله لازم واحد يلبس اللباس الحزن
لباس ال ايه خيابة واحد شو يسوي؟ أزاع أزاع خابروني من ماليزيا يقولوا لي هزاع وين ودى النسوان؟ خابروني من ما أعرف وين وين النسوان؟ مولانا ولايتي سيد وهم يصيح وين النسوان؟ الرجل هنا أنا بالشاحنة دي يسوق ودق لك هورنك يعني شلون وياك هزاع؟ هزاع رجع النسوان رجع لحسين ما يجيب لحسين ما يجيب اخ يا ابا اني اشكركم جزيل الشكر واشكر آية الله ولايتي على قبول الدعوة في حوزتنا الرمانية المباركة هذه وان شاء الله نبقى مستمرين الليف ولد ام حازم وبنات ام حازم وما اللي يقولوا لي يصحون ما يصحون هذا ما تقضوا تقضبوا وتحط بدل راسي وراس مطي وتقول له اسرح لان هذا راسي لو راس بشر ما كان مشوية مضاجع زين هذا تحط راسي بالمنقنة وتفعصه خليل المضمد قبل ما اروح كافي تشذب طبيت على الرئيس وطلعت من الرئيس ولك انت بعت مذكرات الرئيس للمخابرات الامريكيه انت ما بقى شيء طايح حظه ما سويته وصعدت فوق ركبك الرئيس واخر شيء تطي بنتك لحرام الرئيس وانت راح تكون فقره ثابته عندنا لحد ما أجلطك مثل ما هذاك سليمان جدرية اللي فرغت المزرعة ما تبعد ما عنده شيء بقى سرجع العريف يحكي قال العريف ولزمنا وحطينا التشيس وجبنا التشيس ودينا فلان شيء وحط الحمص وجاب الرئيس والجدرية ونفس الطاس ونفس الحمص سليمان جدرية بال44 الرجع بال44 هسه انت خليل جعمقه خليل المضمد والد والدك اشعلهم حرامي حالك حال السافل اللي زوجت بنتك له سلوان لمصلخ كلكم حرامية اللي صيح صدامي واللي صيح بعتي واللي صيح ما أعرف شنو كلكم حرامية ماكو واحد بيكم ما مستفاد إن كان سطلي إن كان سفتة تنقاني إن كان يحكي لي باسم البعث إن كان يحكي لي باسم الصداميين مثل وحدة بربوك طابت لي بنت حفيدة صدام أنت شلون تحكي على الرفيق أرنب صدام دروح يخش ببيش وبأرنب صدام هو لو ما أرنب ما يختل الرجل اللي يقول أنا عندي موقف وأنا رجل وعندي شيء أريد أوصله يطلع صوت وصورة مو حاط لي قناع مو حاط لي كذا ويحكي لي باسم القيادة وبعثية وراح نرجع خلي نشوف اللي طب لي يقول لي والله أنا فارط صدام ما أعرف شنو تحب صدام حسين أحطك فوق راسي بس تحب ذولا الدنابق اللي مسوين صفحات يتاجرون باسم الرئيس بال44 رجعك زين بال44 رجعك تحب صدام حب صدام احطك فوق راسي بس تطلع لي تحكي باسم صدام وحزب البعث ومتخفي ولا اسم حقيقي بال44 تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمه والف شكر لمتابعتكم الليله وان شاء الله باقين مستمرين بتلييف الكل ما عندي شيء اسمه خط احمر خط الاحمر العراق
تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة. ألف شكر لكم إخواني أخواتي في التيك توك، أشكر تواصلكم، أشكر دعمكم، بيكم ماشين، بيكم متواصلين، بيكم نطلع خياس وكذب كل المعممين. وهزاع رجع النسوان، ما عندي غير شيء. حبيب حبيب. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريم. وزع لا تضحك، رجع النسوان، تصبحون على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.